زي ما في تجار دين، تجار دين زي علي جمعة وسعد الهلالي وخالد الجندي والمفتي ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زي ما في تجار أسامة الأزهري مستشار السيسي، زي ما في تجار دين، في تجار فن، في تجار فن زي مثلا اسمه ايه ده، حسين فهمي، ميرفت أمين، نادية الجندي، إلهام شاهين، دول تجار فن. تجار فن ازاي؟ اي بيادة او اقل من البيادة العسكرية بتستخدمهم من ايام عبد الناصر وصلاح نصر والمخابرات، وانتوا عارفين القصه اللي كان بيحصل لامثال هؤلاء في المخابرات ايه. فهؤلاء بيتم استخدامهم. زي ما في تجار دين في تجار فن، برضه في تجار مطربين، في تجار مطربين زي مثلا حكيم، ايهاب توفيق، مصطفى كامل، محمد فؤاد اللي هو موضوع حلقتنا النهارده، الفنان محمد فؤاد. الفنان محمد فؤاد اللي ما بيعرفش يغني طول ما هو حاسس ان مصر مش بخير. فكره الوطنيه، الوطنيه اللي هو تجار الوطنيه، زي ما في تجار دين وفي تجار فن وفي تجار مطربين، في تجار رقاصين زي فيفي عبده، وكل هؤلاء لما تبص عليهم كده هتلاقيهم في نفس الصف بتاع السيسي. فمشاهد تليق بيهم. موضوع حلقتنا النهارده عن محمد فؤاد، ان الخبر امام حضراتكم قال لك انا ما بعرفش اغني لما ببقى قلقان على بص. يا اختي يا اختي على شفتوا يا جدعان الوطنيه لما تيجي تبص عليه كده عنده لزوجه شديده جدا في الوطنيه، يعني هو لازق وطنيا. انت ايه يا محمد يا فؤاد؟ انا لازق وطنيا. شوفوا يعني انتوا تقروا الكلام كده، والله انصار السيسي هم بيقراوا الكلام ده بيضحكوا. يعني عارف انت المعزه اللي بتقادي السيسي وهي بتقرا الكلام اللي امام حضراتكم ده، هي عماله تضحك. ليه؟ عارفه انه لازق وطنيا، ده بيتاجر بالوطنيه. زي ما قلت لك تجار على كل الاصعده، تجار في كل شيء، ما يهمهمش الوطن، يهمهم بس فقط لا غير رضا الحاكم، رضا الحاكم فقط لا غير. تجار، قال لك انا ما بعرفش اغني لما ببقى قلقان على الوطن. طب ليه يا محمد يا فؤاد قلقان على الوطن؟ مش احنا جمهوريه جديده وانجازات وتطور ده احنا الاسعار بقت في متناول الجميع يا راجل. ليه بقى قلقان على الوطن؟ ليه انت لما ما بعرفش اغني لما يبقى الوطن مش بخير؟ ليه يا محمد يا محمد يا فؤاد؟ ليه؟ ده احنا الدنيا جميله، ده احنا ما بعناش شركات بلد خالص، ولا بعنا المصانع، ولا فرطنا في ارضنا في تران وصنافير، ونهر النيل جميل زي ما هو بينور وبتيجي فيه الميه وعادي جدا. انت قلقان على الوطن ليه يا محمد؟ مش ديت اللي انت غنيت لها في 2013 الوطن وقلت للسيسي انا حاسس بمصر جديده؟ انت الوحيد اللي خليت السيسي يقول الجمله دي. شهيد ابراهيم فؤاد يقول لك خلي بالك من مصر يا فندم. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. محمد فؤاد الوحيد اللي خلى سيسي يقول مصر ام التانية وهتبقى قد التانية، ومن ساعتها واحنا الحمد لله رب العالمين. مصر الحمد لله الحمد لله لما راحت تجيب الجنود من السودان استعانت بالامارات الشقيقه. اي والله شفت احنا قد التانية ازاي؟ قد التانية، قد التانية. فمحمد فؤاد قال لك اصل انا مش مطمئن على الوطن. قال ليه مش مطمئن على الوطن؟ مش ده اللي انتوا جبتوه وده اللي انتوا عملتوه؟ قال لك انا مش مطمئن على الوطن. ليه يا محمد يا فؤاد مش مطمئن على الوطن؟ خليك زي شاني هاكر، الفنان العظيم شاني هاكر نقيب الموسيقيين السابق. عارفين انتوا الفنان شاني هاكر؟ صورته دي، ده اسمه شاني هاكر. شاني هاكر ده انسان، الفنان شاني هاكر ده يا جماعه وطني جدا 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 جدا، من اللي دعموا السيسي وغنوا للسيسي وعمل وراحوا حضروا حفلات للسيسي، وكانوا بيقفوا عاملين كده عاملين زي مصطفى مدبولي كده. شاني هاكر ده اول ما اخد نسبته وفلوسه من تجارة الوطنية راح اشترى جنسية في جزر الكاريبي. أي والله العظيم أنا بقول الكلام ده من عندي؟ لا، ده كلام هاني شاكر بنفسه وهو بيحتفل بده. النهارده الفنان هاني شاكر بيمضي العقد بتاعه عشان يحصل على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي. أتمنى لك التوفيق. ميرسي، ربنا يخليك ليا. وإن شاء الله أجمع صورك تاني بعد حصولك على الباسبور إن شاء الله. فهو اللي هو ايه موضوع الوطن بالنسبه لكم يا استاذ محمد فؤاد المطرب الجميل جدا ده؟ ايه موضوع الوطن بالنسبه لكم؟ تجاره، تجاره. بقالك كتير قاعد في الرف، محدش بيسأل عنك، تخرج تضرب لك تصريحين ثلاثة أربعة في الوطنية، في الشحتفة الوطنية. أنا ما بعرفش أعمل كده لما بمصر، وما بعرفش أغني غير مصر. طب ودلوقتي مصر مش بخير؟ يعني ده يا محمد يا فؤاد نعتبره منك يا ولد أنت إن ده اعتراف منك إن مصر مش بخير دلوقتي، وإن إحنا بعنا الأرض وبعنا النيل والأسعار عملت إزاي، والدين اللي عامل البلد وصل 500 مليار دولار، والجنيه بقى الدولار بقى ب 40 جنيه، وإزازة الزيت بقت في خلاص في خيال المواطن إن يعرف يشتريها تاني، والفرخة بقت من أحلام الوردية. نفهم يا محمد يا فؤاد إن أنت مش عارف تغني عشان الوطن مش بخير بسبب ان الوطن وصل للحال اللي احنا وصلنا له، بسبب ان الشعب المصري من اسكندريه لاسوان بقى ماشي بيتكلم نفسه في الشوارع؟ ليه بقى يا محمد يا فؤاد انت مش ليه انت ما تعمل زي الاستاذه فيفي عبده الراقصه الرائعه فيفي عبده؟ شوف اتفرج عليها كده،
كلها حس وطني عظيم جدا جدا جدا، وبتخرج تتكلم اللي يجي ناحيه الوطن تعمل فيه كده. اوعى وشك، انا مش شاغلشك، انا عايز العب البخت بس في وشك. انا مواطنه صالحه، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي محتاج يكون رئيس جمهوريه؟ انا حبيته من غير ما اعرفه. هي دي، ده الوطن، دي الوطنيه. مش فاهم انا محمد فوق ايه اللي حصل في ده؟ احنا بخير. ده اللجان الالكترونيه، المعيز المستاجره لعبد او لبراس السيساويه لعبد الفتاح السيسي. لا ما هم ماشيين على تراك ان الدنيا بخير وان احنا بنتطور. مش فاهم محمد فؤاد ده يقصد. يمكن محمد فؤاد طلع التصريح ده علشان استدعوا العسكر، استدعى تامر حسني للعالمين وعمل حفله واخد ملايين، ومحمد فؤاد مركون على الرف. رغم ان شهاده لله محمد فؤاد اللي دعم السيسي في 2014 و2013 في الانقلاب، محمد فؤاد اللي وقف من اجل مصر مش تامر حسني. تامر حسني كان عامل مسلسل قبل منها بسنه اسمه ادم عن امن الدوله واللي بتعمله والكلام ده كله، انما محمد فؤاد كان وطني، كان وطني وطني يعني ما فيش. ده هو بقول لكم هو اللي خلى سيسي يقول الجمله الشهيره مصر ام التونيا وهتبقى قد التونيا. والله احنا بينا قد التونيا اهو، شوف انت احنا بينا قد التونيا على حطه ايدك. فمش فاهم محمد فؤاد الفنان الجميل الكيوت ده ايه اللي مخليه مش عارف يغني. طب اطلع غني للوطن، ولا علشان ما فيش حفلات بتجي لك يا محمد يا فؤاد؟ من يوم ما اتكلمت عن العاصمه الاداريه واللي حصل لك في العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه دي يا محمد يا فؤاد ضرت صناعه عبد الفتاح السيسي في التطور والانجازات اللي حصلت للوطن. لما محمد فؤاد راح يستثمر هناك ولا راح يشتري له حاجه هناك، اخذوا منه 12 مليون جنيه وادوش حاجه، والشركه او المكتب اللي كان بيتعاون معاه قال له وشك الحيط وقفك ليا، المكتب ده تبع العسكر اصلا، وريني نفسك وريني تمامك. طلع اتكلم جملتين وقال لك حرف قضيتين وعمل خبرين واختفى الموضوع على كده. فمحمد فؤاد عشان خاطر الوطن هو مش عارف يغني. طب ما تطلع يا محمد يا فؤاد قول للناس ايه اللي بيحصل في الوطن، ايه اللي بيحصل في الوطن. كلكم قعدتوا تتكلموا الوطن والوطنيه، وفي الاخر اغلبكم اشترى جنسيات بره. عمرو اديب ولميس واخدين الجنسيه اليونانيه، هاني شاكر واخد الجنسيه في جزر الكاريبي، وريتك الفيديو، مشتريين جنسيات. ويبقى المواطن الفاسله اللي هو بيدعمهم اللي هو اللجنه يقول لك دي بخير والدنيا بخير ودي وطني، وهو لجنه وفاسله ومش لاقي اللاضه. يا ريت حتى، ده انا مش هقول يا ريت بتاخد اللي اخده محمد رمضان، ولا اللي اخده حد من، ولا اللي اخده احمد موسى، ولا حتى يا ريتك بتاخد اللي اخده اللجان المستاجره اللي هم اللجان اللي هو بعد الفرز السابع. لا ده انت مش لاقي اللاضه، مش لاقي اللاضه حرفيا، وتخرج وتدخل تتكلم وتدافع عن هؤلاء اللي هم اشتروا جنسيات بره، اشتروا جنسيات بره، بس هم دلوقتي مش في وضعهم الطبيعي علشان مفيش اعمال بتعرض عليهم، بيعرضوش عليهم زي محمد صبحي الفنان العظيم الجميل. محمد صبحي قال لك لو السيسي خد عيالي وعمل فيهم 1 2 3 4، اه والله قال لك لو السيسي خد عيالي وعمل اللي عمله فيهم انا هظل ادعمه، الا بس ان يوم اصحاب التراب وطن. طب ما نقص حب التراب وطن سنه وصنافير. اعمل نفسك نايم، اعمل نفسك نايم بسرعه، اعمل نفسك نايم يا صبحي. ونيس عمل نفسه نايم. فونيس زيه زي هاني شاكر، زيه زي محمد فؤاد، كل هؤلاء تجار وطن، والله تجار وطن. زي ما قلت لك الفيديو، في تجار دين وفي تجار وطن، وفي في تجار دين وفي مطربين تجار، وفي مغنيين تجار، وفي راقصات تجار زي فيفي عبده، بس بيتاجروا بالوطنيه. ازاي؟ هم عارفين ان هذا الشيء البتاعه الصغيره اللي يبقى نتنياهو يبقى خاله عبد الفتاح السيسي، عارفين ان السيسي ده ديدنه اهو، طبل له يكشي تعمل اللي تعمله طالما بتطبل له الامور ماشيه تمام. محمد فؤاد مش عارف، عيوطه الفنان محمد عيوطه مش عارف يغني من اجل الوطن، عشان الوطن مش بخير الايام دي. بس سلام عليكم.